مخطئ من يعتقد أنه يمكنه أخذ اللبنانيين إلى خيارات بعيدة عن تاريخهم وعمقهم. نشر موقع عربي بوست مقالا مطولا كشف فيه عن معلومات جديدة على خط أزمة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي واستقالته أو عدمها. بحسب الموقع، فقد نصح رئيس مجلس النواب نبيه بري صديقه ميقاتي بضرورة التواصل مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجي الذي سمى جورج قرداحي للحكومة، وعليه عامل ميقاتي بالنصيحة. دولة الرئيس نبيه بري هو مرجع وطني كبير، أنا اليوم تشرفت بلقائه واستأنست. مصدر سياسي مطلع قال إن رئيس الحكومة استقبل فرنجي وطلب منه التدخل لدى وزير الإعلام لدفعه للاستقالة، لكن جواب الأخير كان: إذا كنت يا دولة الرئيس تود طلب من قرداحي الاستقالة فعليك طلب ذلك منه مباشرة، وربما هو محرج وبنقاشك معه قد يتنازل ويستقيل. وأنا بحكيكم هلا، حكيت قدام سيدنا البترك إنه الوزير قرداحي عرض علي يجي على بكركي يقدم استقالته. هلا نحن عم نتغدى، أنا رفضت، رح لكم ليه رفضت. وعرض علي يطلع على قصر بعبدا يقدم استقالته، كمان رفضت. أنا مش موقفي ما يستقيل ولا موقفي يستقيل، أنا موقف اللي بياخده الوزير قرداحي أنا حده فيه. كما عبر فرنجي من ناحيته عن تمسكه بموقفه هو وحليفه الحزب، حيث قررا عدم الرضوخ لهذا النوع من الضغوط، خاصة أننا لن نحصل مقابلا أو تأكيدا على عودة الأمور إلى نصابها مع الخليجيين على حد قوله، معتبرا أن قرداحي ظلم. وبالفعل بعد ذلك جرى لقاء وصف بالودي بين ميقاتي وقرداحي، استهله الرئيس بعرض فكرة الاستقالة وفقا لعربي بوست بشكل مباشر لأول مرة، باعتبارها مدخلا للحد من الإجراءات القاسية ضد اللبنانيين العاملين في المملكة والخليج، ولإفساح المجال أمام مبادرات قطرية ومصرية للتوسط لدى السعودية وباقي الدول العربية. أنا ملتزم بالبيان الوزاري للحكومة، وأنا ملتزم بسياسة الحكومة. وسرد المصدر أن ميقاتي يعتبر أنه في حال عودة الحكومة بشكل قريب للاجتماع بحضور قرداحي، خاصة أن الوزير الذي يتلو مقررات الجلسة قد يزيد هذا الأمر من الأزمة، وقد تؤدي لاستفزاز الدول المنزعجة وربما تلك التي تسعى لحل الأزمة. أما جواب وزير الإعلام فكان: أهل الخليج أهل كرم وشهامة، ولا أظن أنهم سيتخذون إجراءات عقابية بحق اللبنانيين العاملين في بلادهم، لأنهم يحبون لبنان واللبنانيين. رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أعلن اليوم عن خريطة طريق للخروج من الأزمة التي قال إنها صدعت. وعليه لم يؤكد قرداحي أنه سيستقيل حتى الآن، لكن المشهد الحالي بات أن الرئاسات الثلاثة متفقة على ضرورة استقالته وستمارس ضغطها، بالتزامن مع المحادثات الأمريكية الإيرانية في فيينا والإيرانية السعودية في بغداد نهاية الشهر الحالي، وبالتالي حصول انفراجة سياسية للأزمة الخليجية اللبنانية مرتقب.